خلونا في البداية كده نتكلم شوية عن كرة اليد وعن بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا على أرض مصر على مجمع صلاح حسن مصطفى. منتخبنا الوطني امبارح قدر أنه يحقق فوزه الثاني في دور المجموعات على نظيره المغربي، والنتيجة كانت 21-36 عشان يحسم صدارة المجموعة الأولى. كان الشوط الأول انتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة 12-18 عشان يواصل الفراعنة سيطرتهم في الشوط الثاني عشان يقابل منتخب الفراعنة لكرة اليد نظيره المنتخب الجزائري في دور الثمانية بكرة إن شاء الله يوم الجمعة. وفي حالة فوز الفراعنة بكرة إن شاء الله فهيلتقي في نص النهائي مع الفايز من لقاء تونس والكونغو. المنتخبات بقى المتأهلة لدور الثمانية اكتملت امبارح بعد انتهاء دور المجموعات واللي جاء كالتالي: من المجموعة الأولى مصر والمغرب، ومن المجموعة الثانية غينيا والجزائر، ومن المجموعة الثالثة تونس والرأس الأخضر، ومن المجموعة الرابعة أنغولا والكونغو. يعني في حقيقة الأمر التنظيم طلع أكتر من رائع، وده طبعا المعتاد.